الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين علشان يقول لنا رؤيته لهذه اللقاءات. مساء الخير أستاذ عماد. مساء الخير أستاذ عادل. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. تحب نبدأ بالتركيبة الشعب المصري ولا نبدأ بالشكل الرسمي؟ يعني أنا بالنسبة لي الاثنين مهمين، لكن خليني أبدأ مع حضرتك بالشكل الرسمي. قراءتك إيه لزيارة وكالة الاستخبارات، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ولقاء اليوم مع سيادة الرئيس بوجود سيادة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصري؟ بطبيعة الحال هي زيارة مهمة جدا، كما تعلمون هي تأتي في إطار المباحثات بين مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، والتنسيق مع مصر وقطر المفروض تلقوا الرد حركة حماس على الإطار الخاص بعمل هدنة جديدة في غزة. هذا الأمر الإسرائيليين رفضوا الجزء الأول منه حينما عرضت حماس الرد الخاص بها قبل أسبوع، ثم رأينا نتنياهو يهدد باجتياح رفح. المباحثات اليوم هي مباحثات رباعية للتباحث حول كيف يمكن الوصول إلى هدنة جديدة يتم خلالها تبادل الأسرى بين الطرفين، مما يقود إلى تهدئة أكبر في المرحلة المقبلة. السؤال هل الإسرائيل ستقبل بذلك أم أنها تحاول رفع سقف مطالبها وتضغط على رفح حتى تستجيب الحركة لهذه المطالب أو تخفض سقف المطالب الفلسطينية؟ مصر تبذل جهد كبير للتوصل هدنة، وبالتالي زيارة بيرنز ولقاء النهاردة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع بقية المسؤولين فيما يتعلق بالمفاوضات هو ده جوهر الزيارة. وطبعا نعلم ان موجود ايضا محمد بن عبد الرحمن وزير وزراء وزير الخارجيه القطري ومعه كبار المسؤولين القطريين في نفس السياق. ايضا الملفت لي في هذه الزياره ان بيرنز نقل الى الرئيس السيسي تقدير بايدن لمصر ولدورها في المساعدات الانسانيه. ليه هو ده مهم؟ بطبيعه الحال ليست لا تنتظر يعني شكرا من احد طبعا على هذا مفهوم مفهوم، لكنه مهم. بايدن كما يعلم البعض كان قد قال ان مصر انه اقنع مصر بفتح معبر رفح، ومن الواضح انه كان لم يكن مركزا. نعلم تماما انه يعاني من بعض المشاكل في الذاكره، وقع في اخطاء هفوات يعني سارت مسارا للسخريه استعملها ترامب ضده. وبالتالي اليوم نقل الرسالة اليوم بهذا الشكل هو ربما اعتذار أمريكي ضمني عما فعله بايدن قبل أيام. نعم، شايف أنه ده نوع من أنواع تصحيح الخطأ اللي أخطأه بايدن من قيمة 3-4؟ أظن ذلك، لأنه المستشار أحمد فهمي المتحدث الثلاثة حرص على إيراد هذه الفقرة أو هذا المعنى في الخبر الذي خرج من رئاسة الجمهورية تعليقا على لقاء الرئيس السيسي مع ويليام بيرنز. وبالتالي هي ذات معنى مهم، لأنه كما يعلم الجميع مصر لم تغلق المعبر ولو لحظة واحدة. مصر المرة الوحيدة التي رفضت فيها مصر شيء بشأن المعبر هي رفضها الكامل طوال حوالي 3 أسابيع لخروج الرعاية الأمريكية من غزة أو ذوي الجنسية المزدوجة إلا بعد دخول المساعدات. ربما يكون بايدن قد نسي لسه كنت هقول لك ما قالش الحدث أو أنه يرد يحاول الكيد لمصر وتشويه صورتها كما فعلت إسرائيل من محكمة العدل الدولية. وبالتالي هذا هو الموقف الذي قالت فيه مصر بإصرار لن نسمح. وبالفعل تم نجحت في إدخال المساعدات أولا، ثم بدء خروج الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين ومن حملة الجنسية المزدوجة لاحقا. وهذا هو الموقف المصري الذي كان واضحا وما زال واضحا حتى هذه اللحظة. بتتكلم في اجتماع في غاية الأهمية في القاهرة، رئيس مخابرات الأمريكية بتتكلم، رئيس مخابرات المصرية بتتكلم، على رئيس الوزراء القطري، أقصد اهتمام على أعلى مستوى. تتوقع نتائج هذا الاجتماع ورد الفعل الإسرائيلي حول ما يخرج عن هذا الاجتماع، وأيضا رد فعل
حماس. كما تعلمين أستاذ عزة، كان هناك إطار في باريس بين الدول الأربعة. نعم. ويعني إضافة طبعا للقوة الفلسطينية. تم الحديث عن توقعات إيجابية في هذا اليوم. نعم. حركة حماس قدمت ملحقا لهذا الأمر مطالب فلسطينية يراها الكثيرون عادلة ومنطقية. لكن إسرائيل نسفت، اعترضت تماما على هذا المقترحات، على المطالب الفلسطينية. ورفعت سقف مطالبه وهددت بسلاح رفح. وظني الشخصي أن نتنياهو بمراوغته الطبيعية المعهودة هو طبعًا. يحاول أمرا من اثنين، إما أن يحصل على مكسب كبير في المفاوضات يروجه لشعبه باعتبار أنه حصل على ثمن كبير، أو يحاول يدرك أن أي وقف حقيقي لإطلاق النار وتهدئة سوف تقود إلى محاسبته داخليا وربما إسقاطه وسجنه، وبالتالي يهرب إلى الأمام ويوسع القتال ويتاح رفح، وبالتالي تتطور الأمور فتدخل منطقة بأكملها في يعني مغامرة غير محسوبة تجعل الشعب الإسرائيلي نفسه أو القوى السياسية الإسرائيلية غير يعني راغبة في محاسبته وسط هذه الأزمة. نعم. هذا هو الخيار الذي إما الضغط من أجل تحسين الموقف التفاوضي والحصول على صفقة أفضل، أو صحيح الهروب إلى الأمام. خلينا في أسوأ الاحتمالات، وإذا اتجه نتنياهو لحالة الهروب إلى الأمام، وحضرتك تابعت تصريحات دكتور ديار شوان، فإنه قال إنه الرد المصري مش هتكون إجراءات رمزية، فكرة طرد السفير الصهيوني أو سحب السفير المصري. أنت مع هذا الاتجاه أم كيف ترى في حالة الهروب للأمام من قبل نتنياهو؟ أنا أتفق تماما مع ما جاء على لسان ديار شوان. نعم. ورأيي أنه الإسرائيليين ينبغي أن يتم التعامل معهم بمنتهى القوة. نعم. بالصدفة البحث مقالي غدا في الشروق يحمل هذا الأمر أو هذا كويس. المعنى ردا وتعليقا على ما تبجح به بالتلقيل سموتريتش وهو وزير المالية الإسرائيلي ورئيس حزب قوة الصهيونية حينما اتهم مصر ظلما وعدوانا بأن هي التي تهرب الأسلحة أو تفصل الأسلحة إلى قطاع غزة. نعم. مثل هذه التصريحات الإسرائيلية ينبغي أن تقابل برد أقوى من مصر. كنت أتمنى التصريح الذي أدلى به السفير سامح شكري وزير الخارجية في سلوفينيا بالأمس أن مصر تتمسك بمعاهدة السلام، هذا نعم أنا أدرك تماما المواءمات والتوازنات الرسمية التصريح. نعم. لكن من المهم أيضا أن يكون هناك رد دائم طوال الوقت على الإسرائيليين بنفس المستوى، حينما يخرج مسؤول إسرائيلي من درجة وزير ليهاجم مصر. نعم. لابد أن يكون لدينا وزير يهاجم إسرائيل مباشرة. نعم. لما يكون فيه كاتب صحفي يرد عليه كاتب صحفي. مبدأ التناسبية. أنا معك تماما. أنا معك تماما في هذا الطرح. وفكرة الرقي في التعامل لا يليق بالعدو الصهيوني. لا. والترفع لا يليق. حينما ترد في هذا رقي ايضا، لانه يعني بمعنى لا الترفع، فكره الترفع مع العدو الصهيوني غير مقبول، غير وارده، لانها تفهم بمعنى الضعف للاسف. بالضبط بالضبط بالضبط. ومصر ليست ضعيفه، ومصر قويه، وينبغي ان تصل هذه الرساله الى الاسرائيليين باوضح صوره ممكنه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي استاذ عماد الدين حسين. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.